صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. عيد مبارك سعيد عواشركم مبروكه. اليوم ان شاء الله دابا غادي نصلى، نديكم معايا تشوفوا الاجواء كيف دايره، كيف داير اجواء العيد في مدينه طرفايا. بقى معايا حتى وصلوا المصلى. واعلموا ان الله ارتدى لكم هذا الدين وايدكم به وسماكم المسلمين، فمن اعتصم بحبل الله فقد اوتي خيرا كثيرا، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. الله اكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عباد الله، إن يومكم هذا عيد كريم ومشهد مبارك عظيم قد فضله مولانا واختاره، فمن أجل ذلك حرم صيامه، فعظموا فيه ربكم وسبحوه وكبروه، واجعلوا هذا اليوم العظيم لنيل الرحمة والمغفرة سببا، ولا تتخذوه هزؤا ولعبا، وكونوا بآيات الأمر والزجر متعظين، وبنوائب الدهر متيقظين، وتذكروا باجتماعكم هنا في المصلى، اجتماعكم في المحشر، والوقوف بين يدي الله العلي الأعلى، وبانصرافكم من هنا في المصلى إلى المنازل، انصرافكم من المحشر إما إلى الجنة وإما إلى النار، فمن ذلك أعظم عبرة لمن يعتبر. ولا تدنسوا هذا العيد بالمعاصي، واخشوا يوم الأخذ بالنواصي، يوم يغلى من تارك الصلاة دماغهم وبطونهم، ويكوى من مانع الزكاة جباههم وجنوبهم، ويشرب شارب الخمر من الصديق، ويأكل آكل الحرام من الضريع والزقوم، ويشرب أهل البدع والأهواء من الحميم والسموم، ويقرض من أهل الغيبة والنميمة بمقارض من نار الألسنة والشفاه، ويرى كل محسن ومسيء ما قدمت يداه، فتمسكوا رحمكم الله بسنة نبيكم في جميع الأوقات، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، وانظروا لأموالكم الذين هم في القبور ساكنون، وانظروا بأحياء الذاهبين الذين عمروا الأرض قبل أن تعمروها، وأنتم عما قليل فيهم لاحقون. يعلم الله وإياكم من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم، نفعني الله وإياكم من القرآن العظيم، وأجارني الله وإياكم من النار وعذاب الأليم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك القادر الحليم الساتر، الذي ليس لابتدائه أول ولا لانتهائه آخر، سبحانه وتعالى وهو الملك القادر. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الذي اختاره الله من أفصح القبائل وأحسن العناصر، صلى الله عليه وعلى آله والصحابة أجمعين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الحق والدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، هذا يوم شرفه الله وعظمه،
وختم به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج لبيته، جعله الله سيدا موسما مباركا سعيدا، جمعنا فيه لنيلنا مغفرة وعفوا، ويتعظ الغني بالفقير والضعيف بشديد القوى. رؤي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يوم العيد يبكي، فقيل له إن اليوم يوم سرور، فقال: لما رأيت اجتماع الناس تذكرت يوم العرض على رب العالمين، ولما رأيت افتراقهم تذكرت قول الله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا أدري في أي فريقين أكون. فاستعدوا رحمكم الله لهذا الموقف العظيم الذي يحق له الاهتمام، وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يجب الاعتصام، وعظموا ما عظم الله من حرمة يومكم هذا، وأطيعوا الله ورسوله، فإنه من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وحافظوا في هذا اليوم على الخصال التي شرعها نبينا المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، منها زكاة الفطر المخرجة عن الكبار والصغار، ومن تلزم الإنسان نفقته، وهي صاع نبوي على كل واحد من غالب القوت، وتقدر قيمته في هذا العام بثلاثة عشر درهم يعني 260 ريالا، ومن لزمته ومن لم يخرجها فهي عليه دين لا يسقط ولا يفوت. وقال عليه الصلاة والسلام: صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. وها أنتم بهذا الجمع السعيد المبارك أديتم سنة العيد بالمصلى، وحزتم بحول الله ما حازه من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وآن أن ترجعوا راشدين على غير طريقكم التي أتيتم عليها، وليصابح بعضكم بعضا طلبا للمغفرة التي افتقر كل منها إليها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما يد صاحبه فتصافحا وحمد الله جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئة. وإذا نصبتم موائد الطعام فاذكروا الذين لا يملكون شيئا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وأطعموا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله تكونوا من الفائزين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. كدير هذا؟ صليتي؟ صليتي؟ هيا ها؟ هيا ويلي مزيان عجبتك اللبسة؟ ها؟ شوف شوف يا 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 العريس انت يا عريس ها؟ يوسف والعريس 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 لاباس دير امك المهم دابا خرجنا من المصلى ونمشي للدار ان شاء الله وراكم معايا ندوزو الصباح هذا الله يتقبل منا ومنكم يا ربي المغفرة والذنوب الله يسر لكم كاملين اللي تمنى شي حاجة في حياته ويوصلها ان شاء الله. ادم ويوسف لابسين اللبسات اللي شريتيهم هما غادي نتاهم على الدار. ادم ادم عجباتك اللبسة؟ شوف فيا شوف فيا قول لي نديرو سبسكرايب ليش سبسكرايب قول لي انا ما جيت
اشنو؟ قول لهم ديروا سبسكرايب. ما عرفتش. قول لهم ديروا هضر معاهم، قول لهم تهلاو في راسكم وديروا ابوني. قول لهم يا صاحبي تهلاو في راسكم وديروا